الأحداث متتالية وسريعة جدا عن طائرة زامبيا اللي اتعكشت هناك، وكان عليها أكتر من 5.5 مليون دولار وسبائك ذهب وشوية أسلحة. وبعد الأبحاث المتتالية من الصحفيين ظهرت أخيرا أسماء وشخصيات معظم المصريين الستة اللي اتمسكوا في الطيارة، وظهر كمان علاقتهم بشكل مباشر وغير مباشر بالأجهزة الأمنية وبالسيسي نفسه. كل الكلام ده في ظل غياب أي تصريح رسمي يقول أي معلومة عن الطيارة ولا عن أصحابها حتى الآن. بالعكس، ده في منع للنشر تماما عن الموضوع، لأنها ببساطة بتدين الحكومة وبتثبت عمليات تهريب الأموال خارج البلد، عشان كده اعتبروها طائرة غير مفقودة. مين الشخصيات اللي اتمسكت وإيه علاقتهم بالجهات الأمنية وبالسيسي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بالمختصر. منصة ما تصدقش نشرت أسماء المصريين اللي كانوا موجودين في الطيارة، وكانت المفاجأة كبيرة لما تم البحث عنهم والتعرف عليهم وعلى أعمالهم. الأول هو محمد عبد الحق جودة، وهو عقيد في الصاعقة المصرية ومدرب قوات خاصة بفرق السير. العقيد ده لسه شغال وبيخدم في الجيش، مش مثلا عقيد سابق ولا متقاعد، وده معناه انه واخد اوامر يطلع مأمورية زامبيا مع باقي العصابة عشان يهرب الفلوس. الملفت للنظر بقى انه كان شغال مساعد ملحق عسكري بالسفارة المصرية في واشنطن، يعني الراجل ده واصل لأعلى قيادات في الدولة. الشخصية التانية هي مايكل عادل بطرس، وده بقى عنده شركة اسمها أمستون بتقدم استشارات عسكرية للجيوش. الشركة دي متسجلة في لندن لكن ليها فروع في مصر والإمارات وأمريكا، وكان بيشارك في معارض للصناعات العسكرية، وبالتأكيد علاقته قوية بالجيش وبقياداته. منير شاكر جرجس، ده بقى رجل أعمال وتاجر ذهب، عنده مصنع مصوغات في القاهرة وليه فرع في الزقازيق غير محلي ليه في التجمع الخامس. منير جرجس ليه علاقات مع الحكومة اللي اختارته يشارك معاهم في معرض نيبو للذهب، لأنها كانت بتخطط تعمل مدينة للذهب في العاصمة الجديدة. في شخصيات تانية تعرفت أسمائهم لكن ما تعرفش بدقة دول مين، زي ياسر مختار الششتاوي اللي في ناس قالت انه ياسر الششتاوي ضابط الصاعقة المصرية، وكمان اسم وليد رفعت بطرس اللي يعتبر شخصية غير معروفة حتى الآن، لكن اسمه ظهر في نايل صحيفة الأهرام سنة 2017 باعتباره رائد شرطة. الأسماء وخط سير الطيارة اللي تزامن مع رحلات للمسؤولين بيأكد لنا أن الطيارة دي تتبع لجهة أمنية بتعمل مشاورها الصبح وتهرب فلوس بلدنا بالليل، وبحماية من ضباط جيشنا كمان. بعد البحث الكبير اللي عملته منصة ما تصدقش، ضباط السيسي قبضوا على صحفي التحقيق كريم أسعد يوم السبت 19 أغسطس بعد ما اقتحموا بيته وتعدوا على زوجته في جريمة جديدة تضاف لجرائم السيسي. قضية الطيارة فضحت السيسي وأصابته قدام العالم كله قبل شهور من الانتخابات الرئاسية، وأكدت لنا إن فعلا حميها حراميها.